وقال رئيس البرلمان الليبي عقيل الصالح أنه سيتم بعد تطهير العاصمة طرابلس تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معربا عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد. ودعا صالح سكان طرابلس إلى الوقوف بجانب الجيش الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد للبلاد. سيباشر مجلس النواب تشكيل حكومة وطنية ممثلة من الأقاليم الثلاث، قادرة بعون الله على حلحلة الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطن الليبي، وستكون من أولى وأهم أولوياتها توحيد مؤسسات الدولة وإيجاد معالجات سريعة لمشكلة اختفاء السيولة المالية والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية. مجلس النواب سيباشر أيضا رعاية وعقد المصالحة الوطنية وتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري والمفكرين والمثقفين لصياغة دستور للبلاد في فترة وجيزة، بعيدا عن أي توجهات سياسية أو فكرية تخص جماعات بعينها، وفي أقرب وقت ممكن من مباشرة حكومة الوحدة الوطنية لعملها في العاصمة المحررة بعون الله طرابلس.